السلام عليكم اخواني اخواتي مرحبا بكم معي جديد في قناتي وقناتكم عالم امي متنوعه كنتمنى لا فيديو اليوم تلقاكم باتم الصحه والعافيه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله كما كتشاهدوا معايا الفيديو اليوم جبلكم واحد المنزل مستقل ومن هذا المنبر هذا كنقول السيد آه كنعتذر بزاف صراحه لاني تا كنرجع لي عد كيبانوا لي فيديو آه كنعتذر منك بزاف ولكن كما كنقولوا كل حاجه كتجيب المكتب عندنا هنا واحد المنزل في مدينه القنيطره في حي الساكنيه الناس ديال القنيطره كلهم كيعرفوا الساكنيه هاد المنزل جا في واحد المنطقه في الشارع ديال التجاري 100% كما كتشوفوا معايا هنا كلها محلات تجاريه ها انتما كما كتشوفوا معايا وكما غتشوفوا من الجهه الاخرى اللي مقابله مع الدار محلات تجاريه 100% يعني حي تجاري 100% خصوصا في العشيه راه كيعمر آه، عندنا فيه ثلاثة الكراجات جا المنزل شوكة فيه ثلاثة الكراجات فيه الطبقة الأولى والطبقة الثانية الميتراج ديال الأرض فيه ميه وواحد وعشرين متر والفوق كنزيدو نخرجو بواحد متر يعني الطبقة الأولى والطبقة الثانية فيها ميه وتسعود وعشرين متر هانتوما كتشوفو هادو هما المحلات لي أونفاس معاه يعني بلاصة تجارية اللي بغا التجارة يشري الدويرة ديالو الكراجات عندو لتحت يدير فيهم مشروع راه كل كراج مقسوم وعندو الطبقه الاولى وعندو الطبقه الثانيه وحده يسكن فيها وحده يكريها كاع اوليدي فاستوك الكراجات انا كنعطيكم كل شيء زعما المهم آه اللي, اللي مهتم يتواصل معايا نعطيها الرقم التليفون ديال السيد لان أنا مولاها ساكن برا المغرب ما ساكنش في المغرب ولكن راه بامكانه يعطي يعطي, يعطي يعطيكم النيمو السيد اللي في المغرب باش تواصلوا معاه بالنسبه للناس اللي باغيين يدخلو يشوفوها من الداخل كيفاش دايره كما قلت لكم الميتراج ديالها 121 متر في في الكراجات والفوق 129 متر آه كما كتشوفوا معايا الدار كلها مشمشه فيها الشراج ما نتوما كما كتشوفوا آه جات في حي تجاري سكنيه راه كلشي كيعرفها الناس ديال القنيطرة الثمن ديال الارض الدار كامله محفظه بالوريقات ديالها بغيتي تاخذ كريدي من البنك مرحبا و مرحبا الثمن ديالها 280 مليون قابله للتفاوض كنأكد الثمن ديالها 280 مليون قابله للتفاوض وبالنسبه للناس اللي كيدخلوا عندي في الواتساب وكيقولوا لي واش كتخدمي غير في الجهه ديال طنجه كنقول لكم لا وها هو الدليل عندك في قناة طبعا باقي ان شاء الله غنزل لكم واحد الدار في وجده يعني اكادير مراكش المهم المغرب كامل مرحبا والف مرحبا هذه قناتكم وقناه مجانيه وكنسالكم الدعم والبارطاج واكيد اللي ما مشتركش يشترك معنا ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد انا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم شكرا للوفاء ديالكم فيديو قصير شاهدوه من الاول حتى الاخر باش اليوتيوب يقترحوا على مجموعه جديده ديال المشاهدين وعلاش لا ينضموا للقناه ديالنا ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم